تخرجي في كل مكان. هيا بنا، حان وقت الدرس. اهلا وسهلا بيكم، نورتوني. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا، فارجوك كبر الصوره على الجوده والاضاءه وخليك معايا بقى. النهارده هنتكلم على ازاي نكتب باراجراف يكون بشكل مظبوط وصح. بالنسبة لي وبالنسبة لأي مدرس في الدنيا، ولد شطور جدا يعني حافظ كلمات كتير، ولد متوسط يعني كلماته مش كتير، ضعيف مفيش كلمات خالص، ده محتاج تأسيس وكلام كتير بقى. طيب أنا أعمل إيه؟ أنا هحفظ كلمات كتير جدا جدا بس كده؟ لا طبعا، في قواعد لكتابة الباراجراف كتير لازم تعرفها، وفي جرامر مظبوط لازم نتبعه. إيه تاني؟ من ضمن نصايحي ليك ان ارجوك بلاش تقعد ترغي كتير، الكلام الكتير بيوقع وبيطير درجات كتير جدا، فارجوك خلي جملك تكون بسيطه وتكون قصيره، ما تكونش طويله، وبذلك الطول بيحتاج لكلام ورغي، فبلاش تقعد تتكلم كتير لان ده هيوقعك في كلام وهنقعد تطير في درجات بقى للصبح. ايه تاني؟ نحاول ان احنا نرتب افكارنا، ما بقاش داخل كده واقول مش عارفة ذا ايه وانا اصلا مش مرتب افكاري في دماغي، وده هيخليك تقع في غلطات كتير جدا جدا، وطبعا ممكن وقت الامتحان يعدي وانت لسه قاعد بتعك في الورقة. فارجوك رتب افكارك، يعني نقول مثلا احنا النهاردة هنتكلم عن الشط، الشط ده جميل، احنا رحنا المصيف، المصيف ده كنت انا وماما وبابايا وعيلتي، انا واختي سارة نزلنا رحنا مش عارفة فين نتفسح، فانا كده برتب افكاري، انا ما بعكش وخلاص. تمام، يبقى ترتيب الافكار ده مهم جدا جدا ان انت تعمله عشان تعمل باراجراف يكون مظبوط. ايه تاني؟ حاول تخلي بالك من البانكتويشن ماركس، علامات الترقيم. حاول تخلي بالك من علامات الترقيم بانكتويشن ماركس، لان دي اللي بتخليك طفل شطور. يعني مثلا ما تروحش تديلي الجمله بتاعتك وتعمل لي كده اي مثلا وتعمل كده اي ام وكمل كمل كمل، لا، الجمله بتاعتي بدايتها بنبتدي كده بكابيتال لتر، يعني بحرف يكون كبير. طيب هو انا ببتدي كده من هنا، ببتدي الكلام بتاعي من هنا؟ لا، امال بعمل ايه؟ لا، احنا في حاجه عندنا اسمها ازاحه. الازاحه دي يعني ايه؟ يعني ادي السطور بتاعه الصفحه بتاعتك اهي، دي صفحتك، انا ببتدي اول جمله بتاعتي من هنا وبسيب مثلا قيمه 4-5 حروف من هنا. طب في الجمله الثانيه ببتدي من هنا عادي. يبقى يعني الموضوع ده مهم قوي قوي، الازاحه دي مهمه، ما ينفعش نبتدي الباراجراف بتاعنا ونكتب من اول خط كده، لا، بنسيب قيمه 4-5 حروف كده ونكتب من هنا اول جمله بس، وبعد كده احنا بنبتدي من هنا بقى من عند بدايه الكشكول بتاعك اهو، بدايه كشكولك اهو، انت هتبتدي من هنا، لكن في اول جمله بنبتدي من الناحيه دي، بنسيب زي ما قلنا الكام حرف دول عشان ابتدي بطريقه صحيحه. ايه تاني اراعيه وانا بكتب الباراجراف بتاعي؟ اولا اتفقنا ان اول جمله بتاعتك بنسيب فيها قيمة 4-5 حروف ونبتدي، نبتدي بسمول لتر ولا كابيتال لتر؟ لا طبعا ببتدي بحرف كابيتال اهو. تمام، يبقى قلنا مثلا I am احمد. تمام، خلصنا الجملة نسيبها كده مفتوحة؟ لا طبعا، لازم احط الفول ستوب بتاعتي. طيب لو انا الجملة بتاعتي فيها سؤال اعمل ايه؟ الكويستشن مارك بتاعتك. تمام، اراعي ايه تاني عشان ما اقعش بغلطات كتير والمدرس يفضل ينقص لي الدرجات؟ نراعي ان في حاجة اسمها ان اسماء البلاد والمدن بعملها capital letters، يعني مثلا ما ينفعش نكتب ايجيبت ونعمل بدايتها حرف الاي بالمنظر ده، هيعمل لك غلط. تمام، اسماء المدن وكمان البلاد. طب وايه تاني؟ الجنسيات كمان بيكون capital letter، الاماكن المشهورة، ايام الاسبوع والشهور. ايه تاني؟ عندنا اسماء الاشخاص، ما ينفعش ابدا اروح اكتب علي بالمنظر ده، غلط جدا. يبقى الحاجات دي كلها انا بخلي بالي منها، اسماء بلاد ومدن، الاشخاص، الجنسيات، الشهور، ايام الاسبوع، الاماكن المشهوره، ما ينفعش تكتب ولا حاجه من دول واولها حرف سمول. طيب لو انا عايز اقول انا بحب مثلا البطاطس والطماطم والكوسه والجزر، اقول ايه؟ انا مثلا بحب كذا واقول وال هي اند، وبحب كذا واكتب اند وكذا واند؟ لا، انا ما بقعدش اكتب اند كل شويه، امال بعمل ايه؟ بتذكر اول حاجه كما، تاني حاجه كما،
وتمام كده؟ لا، هنيجي في اخر حاجه احنا عايزين نذكرها ونكتب كلمه اند اللي هي اداه الربط اللي بتربط ما بين الجمل، هنكتب اند وبعد كده هكتب اخر حاجه انا عايز اذكرها واحط الفول ستوب بتاعتي. من ضمن الحاجات المهمه جدا اللي لازم تاخد بالك منها وهي ازاي تعمل جمله مظبوط. ما ينفعش اقول مثلا زي نتبع في العربي فبنقول مثلا انا احمد، ما ينفعش تقول الكلام ده هنا في الانجليش خالص، ما ينفعش تقول اي احمد، ما انت قلت لي اهو ما انا احمد فاللي انت عملته عربي تروح عامله في الانجليش، ده غلط. اي احمد لا، احنا جملتنا في الانجليش بتبتدي بيه فاعل فعل وبعدين باقي الجمله بقى عندك بقى حرف جر، عندك صفات، عندك يعني بقيه الجمله انت ممكن تتصرف فيها زي ما انت عايز، ولكن احنا بنبتدي الجمله بتاعتنا بفاعل اللي هو ايه، اللي هو مثلا زي اي. طيب والفعل بتاعنا اللي هو ام، يبقى اي ام احمد، ما ينفعش اقول اي احمد. طيب لو انا عايز اقول انا سعيد، اي هابي، ينفع نقول الكلام ده؟ طب فين الفعل بتاعك يا حبيبي؟ ما ينفعش ان انت تكتب الكلمه بتاعتك كده من غير فعل، فين الفعل بتاع الجمله بتاعتك؟ ما ينفعش. يبقى انا هقول ايه؟ اي ام هابي. ينفع اقول لك هو حزين فتقول لي هي ساد؟ غلط. فين الفعل بتاعك؟ مش موجود ليه الفعل، دور عليه. ها، هي is sad هو يكون حزين. يبقى انا ما ينفعش اطبق العربي هنا خالص، يعني دي حاجه ودي حاجه تانية. احنا هنا بنبتدي جملتنا بالفاعل وبعد كده الفعل وبعدين باقي الجمله بتاعتي. طبعا احنا عارفين لما هنيجي نكتب الجمل بتاعتنا احنا ما بنكتبهاش كده جمل تحت بعض تحت بعض تحت بعض، لا ما بنعملش كده. امال بكتب ازاي؟ انا بكتب الجمله بتاعتي خلصتها احط فول ستوب وابتدي جمله جديده. طب انا لما ببتدي جمله جديده بروح اعمل كده مثلا اتس مش عارفه كات واكتب؟ لا طبعا غلط. امال بعمل ايه؟ انا حطيت فول ستوب من هنا، دي معناها بدايه جديده، وبدايه جديده يعني حرف كابيتال جديد. يبقى انا ما بكتبش جملي تحت بعض، انا بكتبهم جنب بعض، بخلص جملتي وبحط فول ستوب وبعد كده بعمل جمله جديده. جمله جديده معناها حرف كابيتال جديد موجود في اول الكلمه بتاعي. طيب الحاجات اللي بتوقع ولادنا في غلطات كتير جدا ان هو مش عارف زمن الجمله بتاعه هيعمله ازاي. لو انا عايزه اتكلم في الماضي هعمل ايه؟ يا ترى هعمل ايه لو بتكلم في الماضي؟ هنزود الفعل اي دي، يعني مثلا منى لعبت هنقولها منى بلاي، خلاص كده لعبت؟ لا طبعا انت كده غلطان، ما ينفعش كده، جمله غلط بدايتها غلط خالص. منى بلاي ازاي؟ لا، فين الاي دي بتاعتك؟ الفعل بتزود له اي دي، يبقى منى بلايد، منى لعبت خلاص. طبعا ده فعل منتظم فزودنا له اي دي، انما لو فعل غير منتظم ده انت كده معناه ان انت هتحفظ افعال منتظمه وغير منتظمه، فلازم لو انت هتتكلم في حاجه غير منتظمه اكون عارفها الاول، يعني ما اقولش مثلا منى جو، منى ذهبت، ازاي الكلام ده؟ لا، ده ذهبت دي جو، ده هيكون وانت عشان ماضي، يبقى منى وانت، منى ذهبت. طيب انا دلوقتي عايزه اقول لك ان منى بتلعب، يعني بتلعب دلوقتي حالا ولا بتلعب في العموم؟ حدد بتلعب دلوقتي حالا، يعني انت شايفه تلعب دلوقتي حالا قدامك ولا هي عموما بتلعب؟ لا، بتلعب دلوقتي حالا. حالا دي معناها present continuous يعني مضارع مستمر. يعني اعمل ايه؟ يعني هنزود علامه الاستمراريه اي ان جي للفعل بتاعنا، مش هينفع نقول منى بلايد خالص، ده ماضي. امال نعمل ايه؟ شيل بقى الاي دي وحط هنا اي ان جي، الاي ان جي دي هي علامه الاستمراريه بتاعتي، معناها ان منى انا شايفها بتلعب دلوقتي حالا. طيب لو انا عايزه اقول منى بتلعب في العموم، يعني مثلا منى كل اسبوع هي لازم تروح النادي تلعب شويه، منى مثلا كل اسبوع لازم تاكل سمك من النوع الفلاني، فدي بالنسبه لك منى بتعملها في العموم، الحاجه دي بتتعمل في العموم مش بتتعمل دلوقتي حالا قدامك. اقولها ازاي دي؟ هقول منى plays plays، هنزود الفعل اس، وده لان الهي والشي والات دول اصحاب الاس، واي اسم مفرد ده صاحب الاس، فهنا بتزود الفعل بتاعنا اس، لان احنا هنا بنتكلم في present simple يعني مضارع بسيط. يبقى انا لازم احدد الجمله بتاعتي الزمن بتاعها ايه. لو ماضي بسيط فانا هنقول فاعل بعد كده فعل متزود له ايدي، يبقى منى بلايد. طب لو منى مثلا هي بتلعب دلوقتي حالا فهقول ايه؟ هقول منى is playing، ده معناه present continuous يعني مضارع مستمر، زي هنا مثلا كده منى is playing، فبنزود للفعل ing. طب لو انا عايز اقول ان منى هي بتلعب في العموم، يعني مثلا بتروح النادي في العموم، بتلعب في العموم، بتلعب تنس، بتلعب كوره في العموم، هي بتعمل كده، هقولها ازاي؟ هنا هستخدم
present simple يعني مضارع بسيط زي هنا منى plays. طب انا عايزة اقول ان منى هتلعب، منى هتروح، منى هتسافر. ها كلمة ها دي معناها مستقبل. طيب اعمل ايه في المستقبل؟ هتقول منى will travel مثلا، منى will play. كلمة will هنا، will هنا دي للمستقبل، ده لو انا عايزة اتكلم على مستقبل. فهنا احنا لازم نحدد الزمن بتاعنا، احنا بنتكلم في زمن ايه؟ نتكلم في ماضي، نتكلم في مضارع بسيط ولا مستمر دلوقتي حالا ولا في العموم، انت بتتكلم في ايه بالظبط؟ حدد الزمن بتاعك، ولا بتتكلم في مستقبل مثلا. لازم نحدد الزمن، ما ينفعش ان احنا نتكلم كده وخلاص ونقول احنا عملنا الجمل بتاعتنا. نيجي بقى ونشوف الغلطات اللي الولاد بتعملها في الامتحان بتكون عامله ازاي. حد كاتب لي I was played، انا كنت العب، وشايف ان هو كده كاتب صح. فطبعا ده غلط جدا، مفيش حاجه اسمها I was played، مفيش حاجه اسمها كده خالص. يعني played ما بتجيش كده نهائي، مفيش اي دي اصلا. طيب امال ايه؟ يعني انت المفروض عارف القاعده بتاعت was and where، ودي عايزه حلقه لوحدها. طيب هنا حد كاتب I am go ومكمل الجمله عادي، وكان go دي صح جدا، طبعا ده غلط. في حد كاتب لي he is go وبرضك كاتب جو ومكمل الكلمة عادي، مكمل الجملة بتاعته بشكل عادي جدا، كأنه ما عملش كارثة هنا خالص. عايز اقولك ان الفيرب تو بي بيكون محتاج له كده ing، علامة استمرارية، عايز اسم، زي اقولك مثلا she is منى، he is احمد، عايز حرف جر، فاجي اقولك مثلا he is at home، she is at school، حرف جر، عايزين adjective صفة، فاقولك they are happy وخلافه. هو ده استخدامات فيرب تو بي اللي انا عايزة استخدمها. فارجوك ركز كده في زمن الجملة بالله عليك، عشان ما تغلطش كتير وتتكلم كتير قوي، كلام الكتير ده هيوقعك زي ما قلتلك في اول الفيديو. تعالوا نشوف نبذة كده عن الparagraph بيكتب ازاي. My family عائلتي، عملنا ازاها وكتبنا I have a wonderful family. نحط فول ستوب بقى، خلصنا جملة جديدة معناها capital letter. I love all my family members. فول ستوب بتاعتك، جملة جديدة يعني capital letter تاني. There are 6 members in my family. It includes me. لسه ما خلصت كلامه، فعمل comma. My parents comma my grandparents and my younger sister. وقلنا بنقول and أداة الربط بعد آخر حاجة هنذكرها. My father is a teacher and my mother is a homemaker. Full stop. They must take care of me. هما الاثنين بياخدوا بالهم مني. وبكده نكون خلصنا الparagraph بتاعنا بالنقاط اللي احنا اتكلمنا فيها كلها. اخر نصيحة ممكن اقدمها لك، وهي انك هات كده موضوعات مكتوبة وتكون مكتوبة بشكل كويس وبشكل صح، وتكون سهلة مش صعبة، واقعد اكتب اللي قدامك ده، اقعد اكتبه تاني وشوف هو كاتب ايه، وانت اكتب تاني. ده هيخليك تتعلم ازاي الparagraph بيتكتب، اتعلم كده بداية الكلمة والجملة بتاعتك بيكون مكتوبة ازاي، الازاحة بتكون عاملة ازاي، الفول ستوب بتتحط امتى. كل الكلام ده مهم جدا جدا. بعد ما تخلص اعرضه على حد يكون شطور، يعني مثلا مامي شطورة، اعرضه على 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 بابا في البيت، على اخوك، على اختك، على حد كبير، او على المدرس بتاعك. Thank you for keep watching. اشوفكم مرة جاية في حلقة جديدة ودرس جديد. ارجوك ما تنساش تعمل الكومنت بتاعك، لانه يهمني جدا جدا تعليقك ده مهم بالنسبة لي. We follow, like and share for more and more. Thank you. Bye bye.